يقولون وهذه السالفة ترى قديمة لها أكثر يمكن من 300 عام، لكن تستفيدون منها أنتم والمشاهدين الكرام. يا سلام. يقولون أن في بنت جميلة، حيل حيل جميلة، والجمال الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال. الله أكبر. نعم. والجميل كل واحد يبيها الجمال، ولا لا يا أخوان؟ أكيد. أي. ويقول البنت هذه اللي يتقدم لها يخطب تقول لكم وابو، يقول نعم. قالت أبيك ما تحطني حولها، تبعدني. أتريها هي يعني لا مقصد ثاني، ما هم عارفين وش المقصد هي. هي مقصد تبغى علي عمر علي حريصا على بر أم وأبوه. بس ما تدري تقولها له. تبي تختبرها مختبر. إيه. في ناس من يوافق وفي منها شك ومنها لب. المهم حتى أن وصل الخبر إلى واحد يقول له حامد بن الهيميد بن طواله طبعا من الأسلم من شمر. ويقول بنت حيل حيل جميلة. وقالوا يا حامد البنت هذه حيرتنا. جمالها ويذبتنا بجمالها وهاللون، ولكن المشكله تقول الرجال اللي عنده ام وابو ما به يبعدهم ويبعدني عنها. إيه. طيب طبعا هو مثل ما تقول نوى انه يلقن درس ما تنسى. هذا مقصده. رتب الابيات وجا يمه وقال يا بنت الاجواب طبعا هي من حمولتي يشفق عليها على ما يقولون. يا سلام. اي ما يحيي الله على ما قال. كلنا يتمناها. اي ما يحيي الله على ما قال. يتغورونه. قال يا بنت الفلان جميله واهل الجميلين وسمعت عائلتك حلوه وانت جمالك حلو ولكن محيين عقلك انك تقول كذا وكذا. قالت صحيح. قال صحيح الكلام هذا. قال اسمعي وش يقول. اسمعي وش يقول. أمي وأبويا ما لها مكود ظلي واللي أنت يا المجمول لك ظل تلقاه. أمي اللي شافت خيالي تهلل يغبت عنها نومها ما تهناه. الله. يغبت عنها نومها ما تهناه 9 شهور وبطنها مرق الدلي. الله. وغذاي من دم مع السر مجراه وعامين عامين وديد الوالدة سب متلي والعب على المثلين وقول يا الله 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 واطلب رضاهم كل ما جيت اصلي بجاه رب تسجد الناس لرضاه سبحانه. وانت يولي مثل يا المزيوني اللي ما يبي ابوي ومن لا يبي ابوي وامي يولي الله يعلو ذا نفسه بقيط ورشاه. يا سلام. قالت اسمع اسمع ان الله كتب انك تاخذني انا ما ابي الا الصام اللي زيك. يا سلام. وياخذها ويقول انه جاب له ولد انه بر ابوه اكثر مما بر هو ببوه. وقال يا ولدي والله كل شيء سويته بي انا مسويه هو الا السالفه هذه انه حط يديه وقت الرمضة لان تعرفون الشايب اذا كبر شوي يرتخي منه كل شيء يرتخي منه وانه حط يديه بينه وبين مشان الرمضة مشان يوقف عشان ما يتحرر الرمل مشان يتحرر الرمل. قال كل شيء انا سويته ما لك جمال الا هذه سبقتني عليها. وصار بالنسبه لشمر يضربون بو المثل بر بن الهيميد وابوه. سلامتك الله يبيض وجهك. الاول تراحت وما ادري مرصه لكن تجي ان شاء الله تجي 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 باذن الله. الايام اطول منها. لا لا اليوم ان شاء الله باذن الله رجعها باذن الله. انت عمرا ما اراد خارج اردت شيء واراد الله شيء ثاني ان شاء الله. يقول الامام النووي في شرح صحيح مسلم يوم طريت الوالدين والبر فيهم يقول من اراد بر والديه فليتصدق عنهما فان الصدقه تصل الى الميت وينتفع بها. الله سلام. جميل. يعني الصدقة هذه للي أنا أشوف أبغاك تتخيلون شيء الآن كل يعني اللي والد متوفى ووالد أو والدته أو جده أو كذا هو الآن في قبره الحالة ما معه أحد. بمجرد ما تتصدق أنت يعني أجي هالوقفة أيتام حايل ثم أحط له وقف. تخيلوا يا جماعة الخير لما تحط له وقف تقول هذه عن أبوي فلان أو عن أمي فلانة أو عن أبوي والدي وجداني في قبرهم في قبورهم ومع ذلك في شيء يصب عليهم الله من الحسنات الله. في شيء في خير يجيهم من السبب أنت السبب فيه. لا تنسونهم لا تخلونهم لأنه ينتفع بالصدقة والدعم. فكونك تأتي في وقف مثل وقف الأيتام يعني وقف خيره مستمر يستمر العطاء ثم يلحق العطاء أنت. ليه يا جماعة؟ لأننا نتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى. فأنا أقول لا تنسوا أنهم ترى في قبره وفي قبرها لحالهم ينتظرون أي دعوة أي صدقة أي خير من أبنائهم. وأسأل الله أن لا يحرمنا الدعوة لهم والبذل لهم وأسأل الله أن لا يحرمنا بر أبنائنا فينا في حياتنا وبعد مماتنا. اللهم آمين. الله يسعدكم جميعا. لا شك أن خير ما يفعل الشخص
أنه يعني ينفع نفسه أولا ثم ينفع والديه. والصدقة طبعا تصل للوالدين. كل عمل، هناك قاعدة أن كل عمل يعمله الشخص من صدقات و يعني أشياء أعمال خيرية ينويها لوالديه تصل لوالديه. المختلف فيه قراءة القرآن، ثواب قراءة القرآن. إذا قرأ الشخص القرآن هل ينوي ثوابها للوالدين؟ يعني ما تقدر تقول مثلا أني أصلي عن والدي ثوابها لوالدي، لا، هذه أعمال تقوم فيها. لكن أشياء يعني من صدقة، هو المختلف فيه هو قراءة القرآن، على خلاف بين العلماء يعني هل يصل الثواب قراءة القرآن للميت أو لا. لكن المقصود نحن الآن باستطاعتنا بمثل هذه الأوقاف أن نبذل لهم لوالدينا، لنا ولوالدينا، والأمر الآن الحمد لله ميسور ويعني متاح. جيد. الأمر ميسور. نعم. كيف ميسور؟ ميسور من ناحية سهولة التبرع، ومن ناحية أنك تتبرع بأي يعني بعض الآن المساهمات تقول تساهم أقل شيء 100,000 مثلا، وأقل هذه مفتوح لك حتى لو بريال، ورب درهم غلب أو سبق 100,000 درهم. نعم. يعني تبي نثبت لك أنها سهل؟ عطونا طريقتي يا شباب. دقيقة من وقتك وبضغطة زر تكفى اليتيم وتنهي معاناة أسرة عبر مساهمتك في وقف أيتام حائل، وذلك عبر مصرف الراجحي. ادخل التطبيق واختر أيقونة التحويل، اختر تحويل جمعية خيرية، من القائمة اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية، ابحث أو اختر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل، من حسابات الجمعية اختر حساب الوقف، تبرع بما تجود به نفسك، وهنيئا لك، تجارة لا ولن تخسر فيها بفضل الله تعالى. عليك بوقف اليتامى فخيرون.